نشوف مع بعض يا شباب. سؤال رقم 2 في الدرس بتاع الانتروبي بيقول لي عندي a gas in a cylinder, piston cylinder has a pressure of 1200 كيلو باسكال and temperature 350. انا عندي pressure لغاز معين لسه ما قالش اسمه ايه, 1200 كيلو باسكال, وموجود عند temperature ب 350 ديجري سيلسيوس. مال الجاز الموجود او الجازز الموجوده ار اكسباندد. يعني ايه اكسباندد؟ يعني انا لو رحت رسمت بيستون بالمنظر ده كده وفي عندي جاز جوه, الجاز اللي جوه اكسباندد يعني هالفوليوم بتاعه هيكبر, فبالتالي البيستون هيتحرك. يبقى انا دلوقتي لو جيت بلون مختلف وقلت ان انا عندي هنا في جازز حصل لها اكسبانشن بطريقه معينه بحيث ان الفوليوم كبر بالمنظر ده. طب ايه المعلومات اللي انت هتديهاني في ستيت نمبر 2؟ انا عارف ان في ستيت نمبر 1 انت اديتني البريشر والتمبرتشر. طيب في ستيت نمبر 2 ايه الجيفنز اللي عندي؟ قال الجازز ار اكسباندد تو 140 كيلو باسكال, يبقى مديني البريشر بي 2 140 كيلو باسكال. طيب انت منتظر ان هو يقول لك ان التمبرتشر تي 2 بكام؟ ما قالش في الحقيقه من temperature T2 بكام, لكن قال لك انا رايح العمليه ديت تمت من واحد لاثنين عن طريق بروسس. البروسس ديت اسمها ايه؟ اول حاجه قال لي ان هي ريفرسبل, وقال لي كمان انها ادياباتيك. فطبعا احنا قلنا ان كلمه ادياباتيك يعني الكيو بتساوي صفر. طب ما انا اقدر اجمع الاثنين دول واقول ان هو كده قصده ان البروسس اسمها ايزنتروبيك زي ما احنا قلنا قبل كده. طب وايه معنى كلمة ان البروسيس ايزنتروبيك؟ ان الدلتا اس تساوي صفر من واحد لاثنين, او ان الانتروبي في حالة رقم واحد يساوي الانتروبي في حالة رقم اثنين. طيب ايه المطلوب؟ هات لي الورك دان باي ذا جاز, لان الجاز هو اللي عمل الورك بنفسه والفوليوم حصل له اكسبانشن. وبيقول لي اسيوم ان الجاز الموجودة كان بي تريتد از اير, يعني الهواء الجاز اللي موجود جوه هواء. طيب طب ما انا تعريف الايزنتروبيك بروسيس هي عباره عن بي في تو ذا باور كي ايكوال تو كونستنت. طب يا ترى الكي بتاعت الهواء بكام؟ من الجداول رقم محفوظ ب 1.4. اذا اول مطلوب بيقول لي انا عايز اجيب الورك بتاع الباوندري اللي هو الورك من بروسيس او من ستيت 1 لستيت ايه 2. انا عندي كذا قانون في الحقيقه, انا ممكن اقول بي 2 في 2 ماينس البي 1 في ال V1 over 1 minus ال N, وال N هنا طبعا بتساوي ال K اللي هي 1.4. فهسأل نفسي سؤال, هل انا معايا ال P2 وال P1؟ اه ال P2 وال P1 معايا, لكن الفوليومز مش معايا. طب ما انا ممكن طالما بتكلم على ايديال جاز اقدر اشيل ال P2 V2 واحطها MRT, وهنا اشيلها واحط MRT, اخد ال MR common factor, يتبقى عندي ال T2 minus ال T1 على 1 ماينس ال K. يبقى انا هنا دلوقتي هقول ايه اللي معايا. اولا ال R معايا, ال R هي بتاعت الهواء 0.287, وال K بتاعت الهواء 1.4 زي ما احنا قلنا, وال T1 ب 350. طيب ايه اللي مش معايا دلوقتي؟ مش معايا ال T2 ومش معايا ال M. طيب انا علشان اجيب الام يا شباب زي ما قلنا لازم ابلاي بي 1 في 1 ايكوال ام ار تي 1. انا ما عنديش في 1, يبقى انا ما عنديش حل غير ان انا اسيوم ان الام بواحد, وبالتالي ان الورك بدل ما كان هيطلع بي الكيلو جول هطلعه سبيسيفيك, يعني كيلو جول بير كيلو جرام, دي ما فيهاش مشكله. طيب واقفه معايا على ايه؟ واقفه معايا على تي 2. ازاي اقدر اجيب تي 2؟ فانا لازم ابص على نوع البروسيس. البروسيس هنا ايزنتروبيك, بي في تو ذا باور كي ايكوال كونستنت. طب ما طالما هي ايزنتروبيك دلتا اس بيساوي صفر, زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده, ان انا ممكن ابلاي القانون اللي هو بيقول تي 2 اوفر تي 1 ايكوال بي 2 اوفر بي 1 تو ذا باور كي ماينس 1 اوفر كي. احنا قلنا القانون ده بنطبقه على الايديال جاز لما تكون البروسيس ايزنتروبيك. طيب يعني انا اقدر اقول من هنا ان ال T2 هي T1 في البريشر ريشيو P2 كان ب 140,
ديفايدد 1200. كل الكلام ده all to the power الكي ب 1.4 ماينس 1 على 1.4، وطبعا لازم احط ال T1 بالديجري الكلفن، يعني 350 بلس 273، اقدر اطلع ال T2 هنا تطلع بالكلفن. ارجع فوق، لو انا حطيت ال T2 يبقى قدرت اجيب الباوندري وورك اللي هو من 1 ل 2، وطلع سبيسيفيك كيلو جول بير كيلو جرام. طيب هل في كان طريقه ثانيه لايجاد الباوندري وورك؟ طبعا في طريقه ثانيه، ان انا اقول ان الكيو ماينس الدبليو ايكوال دلتا يو. انا عندي الكيو بتساوي صفر لان هو بيقول لي ان هي ادياباتيك، يبقى 0 ماينس الورك باوندري بتاعي ايكوال دلتا يو. ايه هي دلتا يو؟ هي عباره عن ام سي في تي فاينل ماينس تي انيشال، برضه تي انيشال معايا، التي 2 جبتها من قانون الايزنتروبيك ريليشن، سي في بتاعت الهواء 0.718، والام هاسيوم انها بواحد علشان اطلع الورك سبيسيفيك. طيب ده اللي هو كان الشابتر القديم، لكن الشابتر الجديد النهارده بيتكلم ازاي اقدر احسب الانتروبي تشينج. زي ما احنا قلنا ان الانتروبي تشينج دلتا اس نت هي عباره عن دلتا اس سيستم بلس دلتا اس سراوندنج. طب انا عندي الدلتا اس سراوندنج هنا بتساوي زيرو، ليه؟ لان انا عندي مفيش اي حراره خارجه او داخله على البيستون اللي عندي. طيب يعني انا فاضل ان انا احسب دلتا اس سيستم. دلتا اس سيستم احنا قلنا طالما بتكلم على ايديال جاز انا ممكن ابلاي القانون سي بي لين او سي في لين. انا هابلاي في القانون سي بي لين تي 2 اوفر تي 1 ماينس الار لين بي 2 اوفر بي 1. وطبعا انت دلوقتي تسال نفسك انت ليه اخترت القانون ده؟ انا اخترت القانون ده لان انا معايا البي 2 140 ومعايا البي 1 ب 1200 ومعايا الار بتاعت الهواء 0.287 والتي 2 انا لسه جايبها والتي 1، بس خد بالك لازم اعوض هنا بالكلفن، ومعايا السي بي بتاعت الهواء. لو ضربت كل ده في الماس اللي هي 1 مش هتفرق، اقدر اطلع الدلتا اس بتاعتي اللي هي الانتروبي تشينج.